السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين. السفير الأمريكي الأسبق جيرالد فيرستاين: الإمارات تلعب بالنار. قتلى وجرحى من مسلحي الانتقاد تركمين استهدفت عزيزتهم في أبيان. الحوثيون يقصفون حيث وتحيط بعد إسقاط طائرة مسيرة تابعة لهم. القوات الحكومية تحكم السيطرة على معسكر شهداء مقر اللواء الرابع نخبة المدعوم من الإمارات. إصابة 3 جنود في كمين المسلح جنوبي شرق أبيان. القوات الحكومية تسيطر على معسكر مرة الاستراتيجي بعد إجبار النخبة الشبوانية على الانسحاب. توقف المواجهات في شبوة بعد تمكن قوات الحكومة الشرعية من كسر هجوم القوات المدعومة إماراتيا. ماربرس: واشنطن تعلن موقفها النهائي بشأن تمرد الانتقالي الانفصالي. سقوط 4 معسكرات الانفصاليين في شبوة بيد القوات الحكومية. التغيير نت: الجيش الوطني يسيطر على 3 معسكرات في شبوة ويدخل مقر الانتقالي في عتق. الحديدة: القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة في حيس. الحديدة: إصابة امرأة مسنة برصاص قناص حوثي في حيس. إسقاط طائرة حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية. السحوانات: الحكومة تقول إنها ستطلع المجتمع الدولي على التطورات التي تعمق الأزمة اليمنية. اليمن والسعودية: أمن مشترك ومصير واحد. البيضاء: نجاة شيخ قبلي من انفجار لغم حوثي في حوران. ليشي الحوثي تصادر ممتلكات 37 شركة يمنية. قصف مدفعي حوثي مكثف على مدينة حيس جنوب الحديدة. وكالة سبأ: وزارة الدفاع: انطلاقا من واجباتنا ومهامنا الوطنية سنتصدى بقوة وحزم لأي تمرد. ميليشيا الحوثي ترتكب 258 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي. الحامد: أبيان أنموذجا للإبداع وقادر على تجاوز التحديات وزرع الأمل بين أبنائها. مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يتفقد فرق النزع العاملة في الجوف. إجراء 150 عملية لواز مجانية لأبناء الأسر الفقيرة في الجوف. رئيس الأركان يشيد بانتصارات الجيش الوطني وأبناء شبوة في مواجهة ميليشيا التمرد. ندوة بمأرب تدعو المجتمع الدولي لإدانة قرار ميليشيا الحوثي بإعدام 30 مختطفا. دفاعات تحالف تسقط طائرات حوثية بدون طيار. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يطلع على المسجدات الميدانية والعسكرية في شبوة. العاصمة أونلاين. صحفي أحوازي: انقلاب الانتقالي بعدن خيانة للسعودية وخدمة لإيران. مسؤول سعودي: الانتقالي مصنوع لإفشال تحالف في القضاء على الحوثيين. استهداف مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء. الحكومة تواجه باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار شبوة. سبتمبر نت: بيان صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. مدير البرنامج الوطني للتعاون مع الألغام يتفقد فرق النزع العاملة في الجوف. رئيس الأركان يشيد بانتصارات الجيش الوطني وأبناء شبوة في مواجهة ميليشيا التمرد. دفاعات التحالف تسقط طائرات حوثية بدون طيار. مصدر مسؤول في قيادة محور الجوف ينفي ادعاءات الميليشيا الانقلابية بوقوع انشقاقات عسكرية في المحور. قوات الجيش تسقط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: التحالف: تكرار المحاولات الإرهابية الفاشلة يعكس خسائر ويأس الحوثي. 2726 حالة انتهاك حقوق في صنعاء خلال 6 أشهر. التحالف: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثي. الشرق الأوسط: إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية.
المجلس الانتقالي الجنوبي يخسر معركة عتق. واشنطن تؤكد دعمها لحكومة اليمن ووحدته. إيران تهدد السعودية مجدداً وتتبنى هجمات الحوثيين. إسقاط طائرات درون استهدف جازان وخميس مشيط. العربية نت، رئيس أركان الجيش اليمني يطلع على الموقف في شبوة. اليمن، قصف حوثي عنيف على حي جنوب الحديدة. التحالف، اعتراض طائرات درون حوثية أطلقت نحو السعودية. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من موقع المشهد اليمني والذي نشر مقالة للكاتب السعودي فهيم الحامد تحدث فيه عن المملكة العربية السعودية، وقال إن المملكة مع يمن آمن موحد مستقر. من الأهمية والضرورة القصوى أن يعي جميع أفراد الشعب والتيارات والمكونات السياسية اليمنية أهمية المرحلة الحساسة التي تمر الأزمة اليمنية، التي تتطلب التكاتف ولم الشمل وتعزيز الوحدة وعدم السماح للمغرضين والمتربصين وأعداء اليمن اختطاف الانتصار الذي تحقق ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني والمساس بوحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن. إنما حققه الشعب اليمني بدعم من الشرعية اليمنية وقوات الجيش من إنجازات واختراقات ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية يعتبر انتصارا ليس فقط للشعب اليمني بل للأمة العربية التي سحقت النظام الإيراني الذي حاول التهام عروبة اليمن الأصيلة. ومن الأهمية بمكان القول إن المملكة منذ اليوم الأول من اندلاع الأحداث في عدن لتطويق الأزمة باعتبارها حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية، وأن ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار دعت لحوار سياسي يجمع الحكومة الشرعية وجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن في جدة لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف. وهذه الدعوة نبعت من الحرص لتوحيد جهود جميع الأطراف وحل النقاط الخلافية عبر الحوار على طاولة المناقشات بهدوء وعقلانية وعودة اليمن آمناً مستقراً موحداً بعيداً عن الإرهاب الطائفي المقيت والتدخلات التي عصفت باليمن. وكان من الضروري ولزاماً أن يطالب التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن جميع التشكيلات العسكرية والمكونات السياسية، الانسحاب من المناطق التي تمت السيطرة عليها في عدن وعدم المساس بالممتلكات العامة، لأن الانسحاب من هذه المناطق والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها التشكيلات اليمنية في أبين هي بمثابة إجراءات بناء الثقة للتحضير لحوار جاد وهادف لحل القضايا الخلافية من خلال حوار هادئ بعيد عن التشنج، خصوصا أن المملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة في عدن أو أي مناطق أخرى، وحريصة كل الحرص على وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن وأن يبقى اليمن موحدا. والسعودية التي تحركت وفق مسؤولياتها التاريخية في دعم الشرعية اليمنية وإحلال السلام ولجم الحوثي ستستمر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تتمحور في يمن آمن مستقر موحد وعودة الشرعية على كامل التراب اليمني ولجم التدخلات الإيرانية ومنع أي تهديد للأراضي السعودية ووحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن وعدم السماح من أن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران. وعندما رفضت السعودية التدخلات الإيرانية السلبية في شؤون دول المنطقة واليمن وطلبت التصدي لهذه التدخلات الإيرانية فإنها فعلت ذلك لعلمها أن الفتن الطائفية الإيرانية ودعمها للإرهاب سواء عن طريق حزب الله الإرهابي في لبنان أو ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية في اليمن وغيرها من المنظمات الإرهابية في البحرين ستعمل على إحراق الأخضر واليابس. أثبتت المملكة العربية السعودية أنها تتواجد دوماً حيث مصلحة اليمن وتبادر لفعل كل ما تراه مناسباً للتعاطي مع التطورات والأوضاع لحماية اليمن ووحدته واستقراره واستعادة كل شبر من أرضه المنهوبة من قبل ميليشيا الانقلاب والمشاريع التنميرية. ولم يقتصر دور المملكة وحضورها في اليمن على مواجهة ميليشيا الحوثي والأنشطة الإنسانية والإغاثية، بل تجاوزت ذلك إلى التدخل لإصلاح الخلل الموجود داخل المكونات السياسية كما هو الحال في المبادرة لتوحيد الصفوف وإنهاء حالة الانشقاقات. وكان دور الرياض فاعلا في رفض أي اقتتال خارج مسرح العمليات مع ميليشيا الحوثي،
وضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيدها ضد المشروع الإيراني والتصدي لمخاطره على أمن اليمن والمنطقة. وكان الموقف السعودي واضحا من وحدة اليمن واستقرارها ورفض أي تصعيد يزيد من معاناة الشعب اليمني، حيث أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أن موقف المملكة داعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من الميليشيا والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش. والمطلوب من عقلاء اليمن اليوم أكثر من أي وقت وحرصا منها على أمن واستقرار بلادهم على ضرورة تغليب صوت العقل ووأد الفتنة. موقع مأرب بيريس نشر مقالا للكاتب شفيع العبد تحدث فيه عن محافظة شبوة قائلا إنها أعادت البوصلة للجميع. شبوة تعيد بوصلة الجميع نحو الصواب بعد لحظة طيش كادت ترميهم على قارعة لا شيء. إعادة ترتيب الأولويات واستكمال مهام المرحلة وفق المرجعيات الأساسية وهدف استعادة الدولة ودحر ميليشيا الانقلاب والتخلص من صبيانية الإمارات ومراهقاتها العبثة باليمن. وفي المقدمة منها قضية الجنوب. حشروا قضية الجنوب بكل ما أوتوا من دعم تحت عمامة محمد بن زايد، ومثلما ارتهنوا له اجتهدوا لرهن الجنوب أيضا. لكن شبوة قالت كلمتها الفصل انتصارا للذات الوطنية المزهوة بالكرامة والعزة. أدارت السلطة المحلية في شبوة المعركة باقتدار وحكمة في مواجهة أدوات أبو ظبي بعيدا عن الضجيج الإعلامي، وبذات الحكمة ستدير الأمور في العاصمة عتق وغيرها من المديريات، وفي مقدمة ذلك احترام حقوق كل من ألقى السلاح وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات. محاولة فاشلة لاستنساخ انقلاب عدن هو العنوان الحقيقي للحرب الدائرة في شبوة. الدفاع عما تبقى من مشروع الدولة ورفض الوصاية الإماراتية وأدواتها، هذا ما يحدث على الأرض بعيدا عن عناوين تحاول اللعب بالعواطف. الوزير محمد مقبل الحميري وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن المشروع الخارجي الذي يجري في اليمن، وقال إنه يعمل على تقويض السلم الاجتماعي داخل كل محافظة بل وداخل كل قرية وكل مديرية. الذي يجري على الساحة اليمنية ليس مشروع انفصال، ولكنه مشروع خارجي لتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني في كل محافظة بل وفي كل مديرية وقرية. المشروع التدميري لا يفرق بين شمال وجنوب، الكل مستهدف وسلاحه شراء الذمم ودعم أي مرتزق رخيص مستعد أن يبيع بلاده. بعون الله وإرادته انكسار المشروع بدأ من شبوة، فتحية لقبائل شبوة وكل رجالاتها، والمؤمل مزيد من الدعم والإسناد من قبل القيادة الشرعية والأشقاء في المملكة العربية السعودية. فقد خدعنا جميعا من الشريك الذي خان الشراكة وأسدى للجميع طعنات في الظهر. النصر آت بإذن الله والاستعدادات قائمة، مطلبنا السلام والإخاء لكل أبناء الوطن. خالد العلواني كتب تغريدة على صفحته، كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن الذين يعملون بالأجر اليومي وقائلا إنهم لم يتركوا منقصة إلا وألصقوها بالشرعية ورمزها. لم يترك غربان الإمارات على تويتر تهمة إلا وألصقوها بالشرعية ورمزها، ما يعني أن مخططات الإمارات دفنت تحت أقدام الأحرار في شبوة، وأن جهودهم التخريبية لم تحقق الأهداف المنشودة، فقرروا تصعيد سقف الجريمة واستهداف الشرعية بكل قوة وكثافة، ومع ذلك لن يجنوا من هذا الصلف غير الخزي والفضيحة. علي الأحمدي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن ضرورة أن تتكاتف الجهود الدبلوماسية والخارجية مع جهود السلطة المحلية في شبوة. لا تنتظر أن تصنع شبوة لوحدها نصر الدولة وشرعيتها. سفراؤنا في واشنطن، لندن، موسكو، باريس، مجلس الأمن والقيادة السياسية الوطنية خطابهم لابد أن يواكب الحدث. مسؤولي الحكومة نحتاج تقريرا يومي
يخرج للشعب بدل إلقاء المهمة على السلطة المحلية فقط. المعركة معركة اليمن أمام مشروع الفوضى الخارجية. السفير علي العمراني كتب تغريدة تحدث فيها عن أن اليمن يتعرض لمخطط تدميري ممنهج يعمل على تفتيت كيانه وأرضه. لاحظ أن اليمن يتعرض لمخطط جهنمي لتفتيت كيانه وأرضه، يصاحب ذلك احتواء وكبت وإذلال ممنهج، بحيث يبقى الصوت الوطني إزاء ما يحاك للوطن، إما خافتا أو متخاذلا أو صامتا أو متواطئا، وكل هذا لا يعبر عما يعتمل حقيقة داخل نفوس وقلوب اليمنيين في هذا الظرف العصيب. الدكتور محمد جميح كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن تبني المجلس الانتقالي الجنوبي لتوجهات تغير توجهات التحالف. التهاوي الانتقالي بشبوة مرده أنه نقل المعركة خارج مراكز حاضنته الشعبية وأثار جروحا غائرة بالجنوب ما كان ينبغي له أن يثيرها، وأنه اقترب من المناطق الغنية بالنفط التي أثارت الكثير من القلق، وأنه اغتر بنصر سريع بعدن أدى إلى هزيمة سريعة في شبوة، ناهيك عن تحدي بن بريك لقيادة التحالف. عبد السلام محمد كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن أنه لا قيمة لسيطرة المجلس الانتقالي في عدن بعد هزيمته النكراء في شبوة. لا قيمة لسيطرة الانتقال على عدن بعد هزيمته في شبوة، فخروج الإقليم الشرقي عن تحكم الانفصاليين المدعومين من الإمارات يضعف مشروعية السيطرة التي اعتمدت على الجانب المناطقي، ويكشف أن هذا المشروع غير مقبول شعبيا ومبتور من كل عوامل القوة. المحامي محمد المسوري كتب تغريدة على صفحته في تويتر عن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في شبوة على ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي. تقدم كبير ومستمر وتعزيزات متواصلة، هذه حقيقة يسطرها أبطال شبوة وأبطال الجيش، ينتصرون للوطن وللحرية والكرامة وللوحدة الخالدة. شبوة تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتعيد الحماس والعزيمة لأبناء عدن وأبين ليستعيدوا مكانتهم، وتحفز البقية للثبات والحفاظ على وطن الحكمة والإيمان. محمد مجيد الأحوازي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن تمايز الصفوف بين إما أن تكون فارسيا أو عربيا. في انقلاب الجنوب على الشرعية اليمنية تميزت الصفوف بين العرب والعجم وبين أهل الخير وأهل الشر. إيران وأتباعها تريد تقسيم اليمن والسعودية، ومعها الشرعية والشعب اليمني تريد الحفاظ على الدم اليمني ووحدة اليمن العربي العظيم. أنت مع من تقف اليوم مع سلمان العروبة أو مع خامن الفرس؟ بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.